وبالعودة لتصريحات رئيس الوزراء الخاصة بتطوير القاهرة التاريخية، ينضم إلينا دكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني. دكتور محمود، تحية لحضرتك. يعني كيف ترى استراتيجية تطوير القاهرة التاريخية وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة التاريخية بمصر؟ هو عمل فريد بيحول منطقة كانت قد أصبحت تحتوي على عشوائيات وتدهورت القيمة العالية لها على بر التاريخ. هذا العمل الفريد ينقلها من منطقة عشوائية إلى مقصد سياحي عالمي، فهذا نموذج فريد كعمل تخطيطي، ونحن يعني سعداء جدا بهذا العمل الذي يعد له الآن مخطط تفصيلي يشارك فيه خبراء على أعلى درجة من الخبرة، ومنطقة لها قيمة عالية كانت قد أهملت والآن يتم إحيائها على أعلى المقاييس والمعايير العالمية لتكون مقصد سياحي إقليمي دولي وعالمي. ونحن نرصد افتتاحات وتنفيذ متتابع لهذه المراحل وسرعة في معدلات التنفيذ مع جودة وأداء عالي جدا في نوعية المنتج العمراني، ونتخر بهذا النموذج كمقصد سياحي وعالمي. ونحن نقول أن القاهرة لم تهمل، بل بالعكس حصلت على أقصى درجات التركيز والعناية بمخططات فريدة وأعمال كبرى تعيدها وتضعها القاهرة ككل كعاصمة فريدة عالمية كبيرة وسط كل هذا الذي يحدث المستجدات العالمية. ونحن لم ننسى القاهرة ونحن نعد العاصمة الإدارية، بل نحن نعيد للكيان الكبير القاهرة قيمتها العالية لتصبح العاصمة الفريدة المتميزة في الشرق الأوسط. دكتور محمود، هناك تجديدات رئاسية بسرعة الانتهاء من المشروع وفق أعلى المعدلات، برأيك كيف يسهم هذا المشروع في خلق مجتمعات عمرانية وتنمية سياحية للمنطقة وإعادة إحياء السياحة الأثرية وسط القاهرة؟ بالتأكيد احنا بنعمل توازن بين ما يحدث من عمران جديد 20 مدينة ذكية وأولها العاصمة الإدارية. وهل يعقل أن تكون لدينا مدن ذكية تتفاعل مع مدن قديمة اختلت وظائفها؟ لابد أن نعيد للعمران المصري كله أو في مقدمة القاهرة قيمته الفريدة العمرانية لكي يستطيع أن يتفاعل مع العمران الجديد بكفاءة عالية، ويشكل العمران الجديد والقديم قمة عالية للعمران المصري الذي كان طوال التاريخ فريد وعالي ومتميز ونموذج يحتذى به. نحن الآن هناك تحدي كبير جدا التعامل مع المناطق التاريخية والمناطق القديمة، ومن أصعب التحديات وأكثرها كلفة وأكثرها طلبا لإمكانيات مادية وقدرات وخبرات عالية. نحن الآن نستعين بأعلى الخبراء في كل التخصصات لكي نحول منطقة أهملت وتدهورت من عشوائية إلى مقصد سياحي عالمي يحتوي على متحف حضارة وبحيرة ومناطق وإسكان على أعلى مستوى. هذا التحدي الكبير نقلة غير مسبوقة في العالم كله، وهذه بأمانة نموذج فريد في كل التحديات، والآن سيتم تنفيذه بشكل متتابع. والخطة التي وضعت القصد منها أن يتوازى التطور العمراني القائم مع العمران الجديد لكي يتم تفاعل إيجابي بين هذه المستجدات. نعم، أشكر جزيل الشكر دكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني.